فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله في شروط الشفعة قال: أحدها البيع، فلا تجب في موهوب ولا صداق. يقول: ما وجه التفريق بين البيع وغيره؟ لأن النص إنما جاء في البيع، النص إنما جاء في البيع ولم يأتي بنقل الملك لغير البيع. نعم، فيقتصر فيها على ما ورد به الدليل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.